لازم الإشادة بالدور الكبير اللي كيقوموا به المواطنين المغاربة في هذه المرحلة، حيث المغاربة حسوا بالمسؤولية تجاه هذه الأزمة وعاونوا السلطات الصحية باش نقدروا نتجاوزوا يعني هذه المرحلة الصعبة. نبغي باسمكم جميعا نشكر المواطنات والمواطنين على الوعي ديالهم وروحهم الوطنية بالانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح، لأن التلقيح كيبقى لحد الآن الوسيلة الوحيدة اللي تبتات الفاعلية ديالها للتصدي لهذه الجائحة. وخصنا نعرفوا أن 24 مليون مواطن اللي خدوا التلقيح كانوا فاعلين أساسيين في مواجهة هذه الجائحة. 24 مليون مواطن اللي بفضل انخراطهم في عملية التلقيح خلوا المغرب يبني واحد الحصن ضد الكوفيد 2000 كوفيد 19. وهذا العدد ديال المغاربة ماشي فقط كيحميوا نفسهم عائلتهم، بل كذلك كيحميوا بلادهم. وبكل تأكيد كل ما زاد العدد ديال الملقحين كل ما غادي يكونوا محميين أكثر لمواجهة أي انتكاسة ممكن تقع لا قدر الله. وكل ما قربنا من الأهداف ديالنا في التلقيح للوصول إلى مناعة جماعية، كل ما قربنا من استرجاع الحياة الطبيعية اللي كيطمح لها كل واحد فينا وبطريقة كاملة. ولهذا كنجددوا دعوة المواطنين اللي باقي ما داوش التلقيح أنهم ينخرطوا في هذه العملية الوطنية الكبيرة. أكيد هذا غيكون مع مراعاة الحالات اللي ما يمكنش ليها تلقى واحد التلقيح لأسباب صحية وأسباب اللي كيحددوها أطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. لكن نبغي نوضح أن التدابير الوقائية اللي كتخذها الحكومة ماشي الهدف ديالها هو فرض إكراهات أو معيقات على المواطنين، وإنما الهدف منها هو العبور الآمن لحياة محمية ومحصنة ضد كورونا.